كرة للنموذج مراقبة يتقدم والتقاليد هي عادة والتقاليد. خروج للإسباني كرة ترسل ذكية ذكية الصعبة جانيني قال احنا تقدم لها وهم في استقبال وعلى طول صعبة على ذلك جرى الاتفاق الفتح يوقع الهدف الثاني. حول خلاص 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 انكورو هرب تقدم انكورو الثاني خلاص الثاني خلاص الله الله يا فهد لا زالت لا زالت لا زالت لا زالت يوسع كرة جول على الختم يا نقاط. هل يخطف الفتح النقاط الثمينة خارج ملعبه ويصل للنقطة الرابعة أم هناك كلمة يا باتنا ماذا تقدم مراد مراد بالنسبة للفريق كرة مرة ثانية ملعوبة على اليمين سعيد بعطية ياخذ كرة سعيد بعطية تقدم للأمام يمر بشكل ممتاز اللعبة جميلة جدا من جانب فهد الحربي لعبها بشكل ممتاز وسعيد بعطية مر تقدم لعب كرة باليسار الانتصارات على أرضية هذا الملعب كانت من أمام الراد بهدفين مقابل لا شيء الآن ينشدون الانتصار السادس على أرضية هذا الملعب على معقل المنتوس خذوا هات واحد اثنين ثلاثة وصلت في الأخير أقصى الجهة اليمنى انطلاقة بجانب حمد يا سلام حلوة من جانب اليابي حمد والتقدم والكرة في الأحساء بدأت يعني تدريجيا تتحسن الأجواء هذه كرة طويلة جميلة مراد سريع سريع يا المنصور من أمامه مراد مراوغ يعرف كيف يمر حتى الكرة تيو تيو مدرب حاضر بالتبديلات غير وجه الفتح لكن من يصل إلى المرمى محاولة شوفوا راضي العتيبي راضي العتيبي هذه مباراة خامسة يلعبها على التوالي أساسية الكرة من جديد ذهبيات وميداليات كانت كثيرة جدا كرة مرة ثانية لإيجالو فهد الحربي فيها تدخل كرة مرسولة للأمام توصل سعيد فهد الحربي تغيير كلي لوجهة اللعب 3-1 خلاص أعتقد انتهى كل شيء انتهى كل شيء في المباراة انتهى ضربة ركنية لوكاس يلعب العرضية الرأسية تمر لا زالت سعدان إلى حزمة كرة عند لا زالت بودوين يلعب الكرة على اليمين يحاول فيها الجهة اليسرى عالية تغطية ما لديه الكرة الآن يحط كرة في اليمين لصالح فريق الشباب انطلاقة محاولة لصالح الشباب في هذا التقدم النمور كراس يمر ويعدي كراس كوميونيكان يجرب الشوط التصويبة من جانب ايفان يحاول يتختم الامام ويحاول يرسل كرة لسعيد مولد عرضياته حلوة حلوة جميلة لكن كرة بتمر انتوني وكايمي الخطير في خط المنتصف توصل لفهد الحربي يلعب كرة للامام لمراد باتنا الضيف وحساب نادي الفتح ربما ننتظر ماذا يمكن ان يكون كرة بتصل من جديد تعود جاكوب ريني مليمترية رمية في الدقائق القادمة لكن نشوف الأداء الدفاعي والأدوار الدفاعية الكرة ملعوبة فيرجيل مسجان سريع يتقدم لكن يتدخل فهد مرة أخرى أبو حامد للخلف فهد الحربي يرسل كرة إلى أقصى ديان لوكاس يلعب كرة عالية للأمام الراس كرة بتمر وتعدي وبتروح إلى ركلة مرمى لمصلحة منير محمد لينهي المباراة
حضور بدني ممتاز. بعد الطرد يأتي قاسم الأجامي، لكن هنا يأتي الطائي، هنا يأتي الطائي، هنا يأتي الطائي، تسويبة من أندريه كورتيا والتصدي من دفاع. أهداف حسين العيسى، يحاول يمر، يعرف هذا الملعب جيدا واسلمها وساوي جول. اللعبة بتمر خطيرة، إلى وين؟ إلى وين؟ إلى وين؟ إلى ركلة الزاوية، إلى مرمى جاكو بريني، وبالتالي لو زي كرة لسفيان بن دبكة، ولكن مرت مختار تعود لف ودوران، انطلاقة بشكل ممتاز، مر مر مر، عدت تلاعب، يحط كرة لك الراسكو، يحط كرة لك الراسكو، الكرة مرة جد الهجوم الجميع جدا في مكان خطير، لكن كرة تتخلص وتصل إلى خط اللحظات مطلع الشوط الثاني. كرة من جديد وحيد لفريق نادي الحزم، هنا اللقطة للحزم، محمد فؤاد ثاني، ولكن الكرة تذهب، استقبل 41 هدف فريق نادي الحزم، يعتبر أضعف الفرق. على حجي، على يحاول يرسل كرة عرضية للأمام، وكرة توصل لكن الكرة تتخلص وتوصل. عادت مرة ثانية بالاستلام سعيد، لعب الكرة، ما زالت خطورتها للخليج، تسديدة اصطدت في المدافع، هرب الكرة، تقدم بالكعب، يا سلام، الله 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 الله، مشاكل دفاعية بدون مروان سعدان صراحة. كرة توصل لمراد باتنا، مراد جري يتحرك الآن، تيم راي جري ينجح في التمرير، عادت اللحظة الأخيرة فهد عطاء الحزم كان رائعا في الشوط الأول، الحزم قدم شوط جميل، الحزم قدم كرة قدم جميلة في شوط محمد السعيد وعلي زبيدي، كرة توصل إيجالو، سالم النجدي، جونيور سكالي يرسل كرة ترتد مرة ثانية، لكن فهد يرسل عرضية خطيرة حزموية، تسديدة تعود لفريق نادي، حاول مجددا صابر يسدد والإبعاد، حاول مرة أخرى صابر التسديد في التصدي، أبعد الخطورة عن مرمى فريق. اللقطة الماضية توصل خمسة، هذا طبيعي، التقدم الآن الله 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 الله، كانت إلى عين 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 على اللمسة الحلوة، هنا حاول إرسال، يخسر الكرة رومارينو وتزل فيحة بشكل ممتاز، وكرة ملعوبة للأمام، لكن كرة تتخلص وتوصل يوم مرر خطيرة للفيحة، إبعاد الكرة، دوري النمساوي مع الإير بي سالزبورغ، قطع كل الإمدادات في وسط الملعب بالنسبة لفريق الوحدة، فهد الحربي، راس رومارينو، التسويب وفهد الحربي، دت وصل سعيد المولد، سعيد المولد وصل لي قالوا صابري في تمريرة، مندش العب، ارجع الهوية، كابي بيكا بالتليفون يا حبيب الصحفي زياري، الكرة تفوق العددي، يتناقل في الكرات، كريستيان تيو مر، كريستيان بالمهارة، كريستيان بالانطلاقة، تيو الآن مهاراته كراته عن زياري، يا السلام يا السلام، الله 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 الله، ظهر وغادر ولم نرى، يدفع بالفهيد، سهل الكرة مرة أخرى، الدفاع الفتحاوي والكرة في خطورة، يعود المباراة الآن، يا سلام، مرة جميل، الكرة حلوة حلوة، فاصل من المهارة من سليماني، مرة سليماني كوستاف في الإبعاد، كرة أمامية، سرعان ما عادت الآن، الجهة الماضية خسارة من الطائي 1-0 قبل الماضية، مرتدة تأتي من قاسم الهاشم، هدف تيو، هدف جودوين، كرة توصل، كان منتظر لعشاقه، الآن تسديدة وركلة الزاوية، فوز
له معنى خاص. لا شك لو تم فهد الحربي يلعب كرة طويلة جدا للأمام توصل لفهد. لياندر توامبا أقل بكثير من الماضي. لياندر توامبا هو مشاكس، هو لاعب مقاتل، هو لاعب شرس على الكورة ومن غير الكورة. مشاهدينا عبر قنوات STC شوط المباراة الثاني، لا زال الفتح يتقدم من ركلة الجزاء لمراد باتنا في 7 دقائق من عمر هذه المباراة مقابل لا شيء. لعبها سلطان مندش أمام كرة، يلعب كرة للأمام لكن كرة تتحول. خدود يريد الوصول، حمد المنصور لعب كرة، فهد الحربي أبعد. يوناني وفرخشب التركي إضافة إلى شنغهاي الصيني، وأيضا هنالك في المباراة ديجانيني لاعب اللي عرفناه في الدوري السعودي. عالية تحولت، فهد الحربي أمام مروان السعدان، هل يمر ولا لا؟ أرسل كرة رائعة جدا لكن فهد الحربي. جودوين دائما يعود للخلف، استلام الكرات سعيد المولد، إرسال الكرات العرضية لكن فهد الحربي قطع هذه الكرة. وصيرة في دورينا، في دوري روشن، هذا هو الدوري العالمي. أسامة يا سلام، أسامة يا عيني، هذه كرة سلطان مندش ممكن جول بتمر خطير. يوسف لديميرال، محمد على الجانب الأيمن يتحرك ويرسل كرة عالية، نجاح في الإبعاد من فهد المباراة وسجل 8 أهداف. يوسع وفهد الحربي يحط الكرة في التماس. منارون كمرة، التفت بمسعود اللي يوسع عدت، وصل سعيد المولد، سعيد المولد وصل لي قالوا للنموذجي. عادت الكرة، اتفاقية هناك، هندرسون ارتقى وهندري خطأ يجول خاطر الاتفاقية أكيد لأن 3